منذ نصف قرن يزاول العم عمر مهنة شحذ السكاكين في السليمانية، وهو يحمل على كتفه آلة الشحذ التي تزن 25 كيلوغراما متجولا بها في أزقة وأحياء وشوارع وأسواق المدينة. الزميل عباس محمد تابع الموضوع ونقل لنا قصة عمر مع هذه المهنة. يتجول العم عمر ذو 60 عاما في أحياء وأزقة السليمانية حاملا على كتفه آلة شحذ السكاكين التي يبلغ وزنها 25 كيلوغرام، وهو يعتاش عليها في مهنة حد السكاكين التي حافظ عليها منذ سبعينيات القرن الماضي. فقد تعلم المهنة منذ كان صبيا في منطقة بينجوين شرق السليمانية. نعم، عمر أبو بكر، مواليدي 1963. اسمي عمر أبو بكر، من تولد عام 1963 في قضاء بنجوين. عملت في هذه المهنة منذ كان عمري 9 سنوات، وتحديدا في عام 1972، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل في مهنة شحذ السكاكين، حيث أتجول يوميا من الصباح الباكر وحتى المساء وأنا أحمل آلة الشحذ التي تبلغ 25 كيلوغرام على كتفي بانتظار أحد الزبائن الذين يريدون حد سكين منزله أو محله. عمليان دريش بي أخوة بلام كزني دواي منهم إيشبكا. وفي خضم عمل العم عمر يتطاير الشرار من السكاكين كلما التصقت بحجر الجلغ، ورغم تلك المخاطر التي فرضتها مهنته إلا أنه يصر على إكمالها لكسب رزقه ورزق عائلته المؤلفة من 6 أشخاص. من على كان بيموتون بافيتان كملام كسيان رازينا بن بوا. توجد في هذه المهنة مخاطر عديدة، وهي تحتاج إلى تركيز عالي وقد تؤدي بي إلى العوق إذا ما فقدت تركيزي، لكنني مصر على العمل في هذه المهنة لأني لا أمتلك غيرها في إعانة معيشة عائلتي المكونة من 6 أشخاص. يوميا أقضي قرابة 10 ساعات مع مخاطر هذه المهنة حتى أحصل في نهاية اليوم على ما بين 6,000 إلى 10,000، وأحيانا أكثر بقليل. وتعد مهنة السنان من الحرف القديمة جدا وتسارع الاندثار، ويرجع أصحاب التاريخ بدايتها إلى فلسطين وبالتحديد من مدينة نابلس، حيث كان يتوافد إلى السنانين زبائنهم من سوريا والأردن ولبنان يشحذون هنالك الساطور والسكين والبلطات. وكانت هذه المهنة تزدهر مع حلول عيد الأضحى المبارك حينما كان الناس يذبحون الأضاحي في منازلهم. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.